نشوف أهم الأخبار في السوشيال ميديا. نبتدي باستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي كتب على صفحته على تويتر: جمهور الكره الاهلاوي هو السبب الرئيسي لبطولات النادي ولريادته، وعمر ما كان النادي الاهلي بيعمل احتفالات قبل توفيق ربنا ومسنده جمهوره. باقي 180 دقيقه محتاجه تركيز من الجميع في هدف تتويج فقط في عام احداثه اصعب ما تكون، لتكون بمشيئه الله البطوله الاغلى في تاريخنا هو ده الاهلي. اما وليد سليمان نجم الفريق اللي بيتالق ما شاء الله عليه بصراحه الفتره دي، فنشر على صفحته على فيسبوك صوره احتفاله بهدفه في وفاق ستيف الجزائري، وكتب: الحمد لله على التاهل وقدم افضل ان شاء الله. نشر ناصر ماهر لاعب الاهلي صوره على تويتر من تدريبات الفريق وكتب: الحمد لله دائما وابدا. ونشر كمان احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاهلي السابق ومصر المقص الحالي صوره على تويتر من ماتش امبارح مع وادي دجله في الكاس وكتب: الحمد لله على المكسب والصعود لدور الثمانيه بكاس مصر. يعني مصر مقص كسبت وادي دجله بنتيجه 2-1 على فكره في المباراه دي. نروح كمان لمحترفنا المتالق محمد صلاح واللي احرز امبارح في فوز ليفربول على ريد ستار الصربي 4-0. نشرت صفحه ليفربول على فيسبوك صوره لصلاح وكتبت: لانه مميز ورائع ومجتهد الملك المصري فرعون مو صلاح، 50 هدف الملك المصري مع الريدز، بكل بساطه لا يمكنك ان تقف محمد صلاح. كمان نشرت الصفحه الرسميه للفيفا على تويتر صوره للاعبي ليفربول وكتبت: هدف صلاح الثاني كان هدفه رقم 50 بقميص ليفربول في جميع البطولات، وهدف ساديو ماني كان الهدف رقم 100 لنادي ليفربول في دوري ابطال اوروبا. الانديه الانجليزيه بالمناسبه اللي وصلت لهذا الرقم من قبل في البطوله: مانشستر يونايتد 226 وارسنال 171 وتشيلسي 153 هدف. كمان نشر روبرتو فيرمينو لاعب الريدز صوره على انستغرام من احتفاله بهدف في شباك ريد ستار وكتب: احسنتم يا اولاد. ونشر مونيلي طبعا حارس مرمى فريق ليفربول على تويتر صوره من الماتش وكتب: ليله رائعه بدوري الابطال مو صلاح مستر 50. اما الصفحه الرسميه لنادي برشلونه على انستغرام فنشرت صوره لميسي اللي كان حريص على دعم زملائه امام انتر ميلان بدوري ابطال امبارح في الكامب نو، كتب: ميسي مجرد مشجع اخر. نروح نشوف الفيديو. نجم كبير بصراحه ميسي، يعني لاعب خرافي. اعتقد خساره كبيره هيكون لغياب برشلونه او غياب ميسي عن برشلونه في مباراه الكلاسيكو امام ريال مدريد يوم الاحد الجاي ان شاء الله. طيب كمان ميسي نشر صوره على انستغرام مع ابنه للفريق من الماتش اللي انتهى بفوز البارسا 2-0 وكتب: كان لطيفا ان اعيش واستمتع بالمباراه معك، تهانينا للفريق على هذا الانتصار الكبير. تشيجن طبعا حارس مرمى برشلونة نشر صورة على تويتر من الماتش وكتب: أداء رائع منا جميعا الليلة الماضية لاعبين ومشجعين. كمان نشر جوردي ألبا واللي أحرز هدف برشلونة الثاني صورة على انستغرام وكتب: سعيد بالمباراة رقم 50 مع برشلونة في دوري الأبطال وبثلاث نقاط، عمل رائع من الفريق بأكمله. أما صفحة بليتشر فوتبول على انستغرام فنشرت فيديو من الماتش لتنفيذ سواريز لركلة حرة مباشرة تصدى اللاعب مارسيلو برزوفيتش لها وعلقت عليها: نحن نعيش في عام 2018 بينما برزوفيتش يعيش في 3018. نروح نشوف الفيديو. ذكي قوي بيزوفيتش بصراحة في اللقطة دي، يعني هو يعني تنبه ان سواريز هيلعب الكرة من تحت الحيطة عشان تخش بالمرمى بسهولة، لكن هو الراجل رمى نفسه بشكل جيد. طيب نكمل اخبارنا على السوشيال ميديا ونروح لباريس سان جيرمان اللي تعادل بصعوبة مع ديفو نابولي بدوري الابطال 2-2. نشر بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي صورة على انستجرام وعلق عليها: نثق بانفسنا ونؤمن ان كل شيء ممكن، نؤمن بذلك حتى النهايه. كمان نشر دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان صوره على انستغرام من الماتش وكتب: دوري الابطال ليس سهلا ابدا،
علينا أن نتطور لنأخذ هذا التعادل في اللحظة الأخيرة وننظر إلى المستقبل. نشرت صفحة 433 على إنستغرام فيديو من تدريب باريس سان جيرمان تحت عنوان نيمار لا يرحم. تعالوا نروح نشوف الفيديو. طيب نكمل اخبارنا على السوشيال ميديا. نروح نشوف اشرف حكيمي لاعب بورسيا دورتموند نشر صوره على تويتر من ماتش امبارح مع اتلتيكو مدريد بدوري الابطال واللي انتهى بفوز دورتموند 4-0. وكتب حكيمي اجواء رائعه واداء مميز من الفريق ليلى لا تنسى. حكيمي طبعا معار من فريق ريال مدريد وعمل مباراه كبيره قوي امبارح. كمان نشر دييجو جودين لاعب اتلتيكو مدريد صوره على تويتر من الماتش وكتب من صعب ان تجد عزاء عندما تخسر بهذه الطريقه، الان حان الوقت لان نكون معا اكثر من اي وقت مضى ونجتهد. هذا بالتاكيد يجعلنا نتعلم وسوف نستفيد من تلك التجربه في المرات القادمه. لا يزال امامنا الكثير. خساره كانت كبيره بصراحه لفريق اتلتيكو مدريد 4-0 من برشلونه دورتموند. واخيرا نشرت صفحه نادي تشيلسي على انستغرام فيديو للاعب ماركوس الونسو بعد تجديد عقده امبارح مع البلوز حتى عام 2023 وكتبت 5 اعوام اخرى تهانينا على عقد الجديد الونسو. تعالوا نروح نشوف الفيديو.